بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا من مصر وبالتحديد من القاهرة ننير بفضل الله عز وجل العالم ونخرجه من استقراضه. حلقة النهاردة ضرورية جدا لأن في كتير من الإخوة سألوني وقالوا لي في التعليقات ازاي النباتات هتتحجر او الاشجار. الحقيقة هو ان مبدأ التحجر ده مبدأ ثابت والجيولوجيين على العلم بيه، لكن ممكن بعض الاخوة ما يعرفوش عنه حاجة. لكن عامة التحجر لأي كائن حي اذا مر عليه الاف السنين او الله اعلم المدة دي ممكن الكائن الحي ده يتحجر، سواء كان انسان او حيوان او نبات. قبل ما ابدأ في ادلة التحجر لازم طبعا انوه ان الفيديوهات لازم اي حد عايز يوصل للحقيقة لازم يتفرج على الفيديوهات كاملة وغير ناقصة، يعني ما يسيبش منها ولا دقيقة. عامة هنخش بقى في الموضوع، هنخش على ويكيبيديا ونكتب تحجر، هنلاقي هنا بيشرحوا ازاي عملية التحجر دي بتحصل. التحجر او التصخر يعني يبقى صخور، يعني هي العملية التي تحدث للمواد العضوية فتتحول ببطء شديد لأحجار من خلال إحلال المواد العضوية وامتلاك مكانها بمواد معدنية، وهي عملية ممكنة الحدوث لكل الكائنات من حيوانات ونباتات وبكتيريا أيضا. هذه العملية دائما تحتاج توافر مياه تحمل مواد معدنية كثيرة، أي تكون غنية بالمواد المعدنية مثل كوارتز وسيليكا وكربونات الكالسيوم وكربونات الحديد وفوسفات الكالسيوم ومغنيسيوم وغيره. وهم هنا جايبين جزء من جذع شجرة خشب متحجر، واحنا هنيجي دلوقتي للأدلة. فهم بيعترفوا ان الاشجار ممكن تتحجر اهي، يعني حضراتكم شايفين الصورة دي لقطة تانية للأشجار، جزء من جذع شجرة وارد ان هو يتحجر، يعني بيعترفوا بده. ليه ما يقدروش ينكروا ده؟ ليه؟ لان زي ما احنا شايفينه ان ده لو هم قالوا عليه ان ده مش جذع شجرة وده تكون جيولوجي او نحت هواء لصخور او كلام فارغ، الناس هيقولوا انتوا بتألفوا انتوا بتخرفوا. ولكن الشكل واضح قوي اهو، ده خشب متحجر فما يختلفش عليه اتنين، هيترموا بالجهل لو قالوا اي كلام تاني، فمضطرين ان هم يعترفوا ان ده فعلا خشب متحجر. لكن الجبال الضخمة هنا بقى التزوير يكمن فيه، هنا في تناقض. لو احنا قلنا ان اي نبات لابد ليه من ماء محمل بالمعادن عشان يتحجر، طب ما هي الارض كلها يعني تقريبا ما فيش سنتي على الارض الا لما جاله مية عن طريق الامطار، فلابد ان هو يتحجر لما يبقى الجبال اصلها نباتات. يعني اشمعنا الاعتراف بان جذع الشجرة ده او عامة في اي غابات متحجرة في العالم، سواء الغابة المتحجرة اللي عندنا هنا في مصر او في امريكا وفي كتير من العالم، يعني كتير في كان في الاشجار الصغيرة دي واتحجرت، اشمعنى الصغير ده هو اللي يتحجر والكبير لا؟ يعني اذا الاشتراطات الخاصة دي اللي هي يجب توافرها هي موجودة بالطبيعي على الارض كلها، تقريبا ما فيش سنتي الا لما جاله ماء مطر عن طريق الـ في الأزمنة السحيقة أو غيره. يعني لما تبقى الجبال نباتات ضخمة يبقى لابد إنها تتحجر لأن يعني بينزل عليها مطر زيها زي الأشجار الصغيرة، مفيش فرق.
فسواء كان الطريقة اللي هم بيقولوا عليها دي للتحجر صح أو غلط، إن لازم ينزل عليها ماء محمل بالمعادن، سواء هي صح أو غلط مش هتفرق. المهم إن هم بيعترفوا بده، إن التحجر وارد وبيحصل لأي كائن حي، والنبات كائن حي، يعني البشر كائن حي بطريقة، والحيوان كائن حي بطريقة، والنباتات فهي كائن حي برضه بطريقة، لأن أي كائن حي بينمو، بيبقى صغير أو بيبقى جنين وبيكبر وبعد كده بينمو وبيشيخ وبعد كده بيموت. فكل اللي بيتحجر ده سواء كان حيوان أو نبات أو بكتيريا وقبل منهم البشر بيمر بالمراحل دي، فده مش شيء غريب. يعني مادام أشياء عضوية كائن حي، يبقى إذا لابد ليه من التحجر بعد مرور عدد من السنين. طيب، في بعض الإخوة سألني سؤال، يعني هو اللي سألني السؤال ده أخ جيولوجي، بيقول لي إن إحنا عملنا دراسات وحللنا الخشب وحللنا الأحجار أو الصخور، ولقينا مفيش أي توافق ما بينهم في أي عناصر. فبصراحة هل هو فعلا قام بالتحليل ده، سواء كان قام بيه قبل أو بعد، أو جاله النتيجة دي، أو قرا هو مكونات الخشب، عناصر الخشب وعناصر الصخور، وملقاش ان فيه اي تناسق ما بينهم او اي عناصر متكررة، لكن التصخر او التحجر لازم العناصر هتتحول وتبقى عناصر تانية، بدليل ان انت مثلا لو جبت خشب وخبطته على بعضه هتلاقي الصوت بيرن. لو جبت قطعتين من دول وخبطتهم على بعض هتلاقي الصوت مكتوم، صخور. فلابد ان العناصر مش هي هي، والا ايه اللي يخليه يتحجر؟ ايه اللي يخليه يبقى صخور لو هي العناصر ما زالت نفس العناصر اللي موجودة في الخشب او اللي في النباتات؟ ايه اللي يخليه يتحجر ويبقى صلد بالطريقة الفظيعة دي لو هو مفيش تحول؟ لكن اكيد في تحول، والكائنات عامة ليها تحول، زي ما بنشوف مثلا، يعني مثلا الدودة، دودة الأز بتاعة الحرير، هنيجي نبص نلاقيها بعد ما بتخلص دورتها بتتقلب تبقى فراشة، يعني كائن تاني خالص اتحولت، حصل لها تحول. زي مثلا بعض الثمار اللي لا مؤاخذة بتعفن، زي مثلا المشمش دلوقتي، بما اننا في مناسبة المشمش او الجوافة، اما بيقعد فترة في الشمس مثلا بتبص ليه ابتدى يعفن ويعمل دود من جوه. فالدود ده جه منين؟ هو جه من نفس مادة الثمرة وبقى فيها كائن حي، يعني أصبح بقى فيه تحول. زي ما الإنسان يموت، الدود ده بيجي منين بعد ما هو يموت؟ بيتولد من داخله، من الأمعاء أو أجهزته الداخلية بيتولد الدود ده، وبعد كده الدود بياكله والدود يرجع يموت. فنظرية التحول أو حقيقة التحول حقيقة ثابتة، فاحنا ما نستغربش ان يبقى فيه الخشب مكون من عناصر وبعد، او الاشجار مكونة من عناصر وبعد ما تتحجر تبقى عناصر تانية وما فيش فيها تشابه. وان كان الموضوع محتاج بحث دقيق، يعني هل تم فعلا البحث ده؟ حضرتك عملته بنفسك وحللت الخشب وحللت الصخور ولقيت ان ما فيش اي تشابه ما بينها في ولا عنصر،
لكن عامة الاستغراب ده يزول كله لما نشوف اهو جذوع شجر متحجر. يبقى اذا الموضوع ما فيهوش مشكلة بقى، يعني ما عندناش معضلة ان الخشب يتحجر، لا اهو قدامنا. والغريب ان اللي بيسألني جيولوجي يعني. هنكمل هنا. ترسيب المعادن هي الطريقة الأكثر شيوعا للتصخر وتدعى ترسيب المعادن. فبعد أن تتفسخ أنسجة الكائن الطرية في الرواسب، تبقى الأجزاء الصلبة وبالأخص العظام، يتسرب الماء إلى البقايا وتتسرب المعادن الزائبة في المياه للمسامات التي تقع ضمن البقايا، حيث تتكون البلورات تسبب هذه المعادن المتبلورة تصلب البقايا حين تكون داخل الصخور الرسوبية المغطاة. وبرضو في هنا تناقض، مش شرط ان الشيء ده او الكائن الحي ده او اللي كان حي ومات لازم ان هو يكون مغطى عشان يتحجر. طب ما هي الاشجار اللي لسه هنشوفها دلوقتي مكشوفة في العراء، اتحجرت ازاي؟ المهم، وبالتالي تعطي صورة مماثلة للكائن الحي بعد تحلله. هناك طريقتان شائعتان للتمعدن، وهما التسلكن والتحجر البيريت اللي هو التمعدن. التسلكن أو السلكنة هي العملية التي تحدث للمواد العضوية فتمتلئ بالسيليكا أو إحلالها محل أي مادة معدنية أخرى. تحجر البيريت هي عملية مشابهة للتسلكن، لكن بدلا منها يترسب الحديد والكبريت في مسامات الكائن الحي، تحدث هذه العملية عندما يدفن الكائن في الرواسب التي تحتوي على نسبة عالية من كبريتيد الحديد في البيئات البحرية. وبرضو زي ما احنا بنقول الكلام ده، يعني تحس ان هو مش دقيق، لان في حاجات في العراء وظاهرة للشمس وبتتحجر، مش شرط انها تكون مغطاة. واللي بعدها الاستبدال، هي الطريقة الثانية من طرق التحجر بعد التمعدن، وهي الطريقة التي تستبدل المعادن في المياه الجوفية بالمعادن التي تكون البقايا الجسدية بعد أن تذيب المياه الأجزاء الصلبة الأصلية من الكائن بصورة تامة. يعني إذن أهو الاستبدال، يعني ممكن يبقى مثلا عظام كائن حي فتستبدل ويحل محلها معادن فنشوفها متحجرة. المهم عامة يعني الكلام ده لازم لابد ليه من تحري من الجيولوجيين أو المتخصصين في المواضيع دي، وما ياخدوش الكلام زي ما هم بيقولوه. لابد من دراسة كل شيء، يعني راجع كل كلمة هم بيقولوها. يعني زي ما بيقول المثل ان فلان مثلا لو هو مثلا حرامي، لو سلم عليك عد صوابعك بعد ما يشيل ايده، لانه ممكن يكون سرق منك صباع. فاتأكد بعد كل معلومة هم يدوها لك. فتعالوا بقى نشوف أمثلة على موضوع التحجر ده. هنيجي لأول صورة معانا، دي جذع شجرة متحجر أهو. عشان نعرف إن موضوع التحجر ده شيء ثابت مفهوش أي تغيير. شوف ساق الشجر قد ايه، سكان شجر ما فيهاش اي اختلاف عن الشجر الطبيعي العادي ومتحجرة. وفي منها بيبقى احجار كريمة اللي هي الملونة دي.
كلام ما يقدروش يكذبوا فيه ولا يغشوا، علشان الناس اللي بتعتقد ان مفيش حاجة اسمها تحجر، لا التحجر ثابت وموجود وهم بيعترفوا بيه، لكن مش كون ان انت على عدم علم بيه يبقى هو ملوش وجود، لا موجود. يبقى ايه اللي ناقص في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه؟ ان يبقى فيه نباتات واشجار ضخمة اتحجرت. طيب هو فيه نباتات ضخمة، احنا شوفنا اشجار ضخمة، كلنا عارفين الاشجار الضخمة اللي موجودة على اليوتيوب، في كتير منها. طب ايه المانع ان يبقى فيه نباتات ضخمة برضو واضخم منها؟ مفيش اي مانع. ودي شجرة منجروف، دي موجودة في وادي الحيتان، شجرة منجروف اللي هي بتبقى بتنمو على المياه المالحة، فمتحجرة هي كمان اهي في وادي الحيتان. اهو اهو زي ما حضراتكم شايفين، ودي برضو قطعة من شجرة متحجرة بس سمرة، دي اللي بيبقى زي ما بقول لحضراتكم ان في منها بيبقى احجار كريمة. ودي متاحف او اماكن بيبيعوا فيها الحاجات دي، بيبقى برضو ده شجر متحجر ومقطعينه زي نظام الرخام كده، هنلاقي برضو نفس الاشكال زي الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت اللي كانت بتتكلم، كنت بتكلم فيها عن الرخام، هنلاقي برضو تقريبا اشكال قريبة منها. ودي حاجات انا اللي مصورها في بعض مداخل العمارات، الناس بياخدوها واخدينها من التجمع الخامس من الغابة المتحجرة اللي عندنا، لحد ما الغابة المتحجرة ما بقاش فيها اي حاجة، الناس بيحطوها يزينوا بيها جناين قدام عمارات قدام فيلل. هنخش بقى على حاجة تانية، زي ما شوفنا في ويكيبيديا ان التحجر مش للأشجار وفقط، مش للنباتات بس، لا ده للكائنات الحية كمان، سواء حيوانات او عظام بشرية اي شيء كائن حي. فدي هنا اللي على الشمال دي ورق شجر اهو زي ما حضراتكم شايفين، ودي سمكة، ودي وكأنها قوقعة، وده برضو كائن بحري تقريبا اسمه حلزون، ودي من وادي الحيتان، ده حوت في وادي الحيتان عندنا هنا في الفيوم متحجر زي ما احنا شايفين كده اهو، سمكة برضو متحجر، وده برضو كائن بحري وادي الحيتان. ودي حشرة لقوا منها كتير، يعني لو حضراتكم تبصوا على جوجل هتلاقوا من الحشرة دي في منها كتير، وفي منها دلوقتي أشكال قريبة منها قوي من الشكل ده. ودي زي سحلية أو حاجة، ودي برضو، وده حلزون، وده برضو معرض بيبيعوا فيه الكائنات المتحجرة دي. زي خرتيت اهو،
هنستعرض على طول عشان ما نطولش الحلقة، واللي عايز يقف يتفرج على صورة منهم يوقف الفيديو. هي دي الحشرة دي او الكائن ده، في منه كتير قوي يعني، كان موجود كتير على الارض يعني. لازم نحط في علمنا ان الناس دول بيشتغلوا على اساس، يعني يقولك احنا دلوقتي بنصرف ملايين او يمكن مليارات على البحث العلمي، هل لما نكتشف حاجة هنديها لكم كده بالسهل من غير ما تتعب؟ والله عايز تكتشف ابحث، وان كان هو ما بيشجعكش على البحث ده هو بيضللك، يبقى الطريق يمين يوديك شمال عشان ما توصلش الحاجة زي ما هو وصل. لازم نتأكد من ده ونكون واعيين وفاهمين اللي بيحصل حوالينا. وأقرب مثال الكورونا، دول ناس ما يهمهمش ان البشر يموتوا ولا يروحوا في داهية، مش فارقة بالنسبة لهم، المهم ينفذوا مخططاتهم، اللي يموت يموت، المهم نحقق أهدافنا. ودي حيوانات كبيرة، وده فيل في لقوه في روسيا موجود في متحف متحجر برضه، فيل صغير بيقولوا ان هو بقاله 40 مليون سنة. فهو متحجر برضه يعني، مش موضوع ناشف وخلاص، لا ده متحجر. ده وادي الحيتان برضه، والجماجم البشرية والعظام البشرية بتتحجر. اهو دي الحشرة منتشرة في كل حتة، سمكة حلزون برضو كتير جدا، ونلاقيه في حتت صحراء، ده معناه ان المية كانت بتعم كل مكان على وجه الارض. وده طائرة اهو، حشرة طائرة. ده اخطبوط، جمجمة متحجرة، عظام، برضو كائنات بحرية، محار وغيره. ورقة متحجرة، يعني انا ما بتكلمش في كلام غريب يعني، ما اخترعتش وجبت كلام ما حدش اتكلم بيه، لا التحجر ثابت وبيعترفوا بده. يبقى لما اقول الجبال كان اصلها نباتات مش اشجار وفقط، نباتات عامة، يبقى انا ما بألفش، ما بجيبش كلام غريب، ولسه هنفصل جامد قوي في موضوع الجبال واشكال الجبال وبعض ملاحظات عليها، هتلاقوها نباتات. تقريبا جرادة أو حاجة،
شيء. اخطبوط. ده في وادي الحيتان. سلف الإنسان الذي عثر عليه بجبل أرحود بالمغرب قبل نحو 300,000 سنة. ومش معنى ان احنا بنقول ان كل شيء بيتحجر ان ما فيش حاجة اسمها مثلا صخور متحجرة واصلها غير نباتي، لا، ممكن يبقى في صخور متحجرة نتيجة تراب، اتربة بتنزل، رمال بينزلوا طبقات، يعملوا طبقات على بعض، ومع وجود المطرة في وسطهم فبينشف ده مع الشمس فبيتحجر، ولكن بيبقى نوعا ما هش، يعني ما بيبقاش صلب، مش زي الصخور اللي من أصلها نبات. والنبات على حسب نوعه، يعني في نباتات متصلبة فلما بتتحجر بتبقى الصخر بتاعها ناشف جدا، صلد جدا، وفي نباتات ضعيف هش، فلما بتتحجر بيبقى فركها سهل او كسرها سهل. ودي عظام اهل الكهف، او اللي ينسب ليهم ان هم اهل الكهف، الكهف اللي موجود في الاردن، دي عظام برضو متحجرة اهي، تحجر، هي مش عظم يعني، اتغيرت، ما بقتش عظم، بقت متحجرة. لكن ده يدينا معلومة ان اهل الكهف دول بعد بعثة سيدنا عيسى، يعني من حوالي 2000 سنة، يعني اذا ممكن ان العظام تتحجر اقل من 2000 سنة، ده لو هما دول فعلا اصحاب الكهف. فسواء ان كانوا هما او مش هما فدي اكيد عظام قريبة، يعني السنين قريبة مننا، مش بعيدة اوي، ومع ذلك متحجرة. يعني اذا مفهوم التحجر مش لازم يكون ملايين السنين، والله اعلم، ممكن يكون في انواع تانية بتتحجر على مسافة ملايين. دي محتاجة بحث، محتاجة بحث بقى ادق من المتخصصين، وما يستنوش لما الغرب يقولوا لهم معلومة، لا، ابحثوا انتوا بنفسكم، شوفوا الحاجات دي اتحجرت امتى. كل حاجة لازم نبحث فيها بنفسنا، ما نستناش غيرنا يقول لنا. لكن يبدو ان ده مش كهف اهل الكهف، لان احنا لو بصينا هنا على العظام، في هنا عظام صغيرة بتاعت أطفال، هما أهل الكهف ما همش أطفال، ده هم فتية، يعني إذن عظام كبيرة. والله أعلم يعني. ودي كنيسة في بريطانيا، لقوا في غرف تحت منها حوالي 2500 هيكل عظمي بشري، بيقولوا ان ده اوائل البشر الانجليز اهو، مرتبة ومحطوطة في رفوف، عظام متحجرة. عظام متحجرة مجمعينها في مكان واحد،
وهنا طفل واقف بيتفرج عليهم كأنه واقف في البلكونة بيتفرج على الخضرة يعني. وأخيرا دي كانت حلقة خفيفة كده سريعة، بستعرض فيها موضوع التحجر وأدلة التحجر، لأن بصراحة دي كانت عاملة مشكلة عند ناس كتير، قطاع عريض من الناس بيقولوا إن موضوع التحجر ده وهم، ونبات إيه اللي يتحجر وخشب إيه اللي يتحجر. فزي ما حضراتكم شايفين وشفتوا معايا إن التحجر ده ثابت وهما بيعترفوا بيه. وأخيرا طبعا هطلب من حضراتكم كل الحاجات اللي بتتعمل لانتشار القناة، لأن انتوا زي ما انتوا شايفينها يعني بتتحرك ببطء شوية بسبب موضوع الكورونا، وقبل منه وأثناء رمضان، فالناس بتنشغل في الحاجات دي يعني، وخاصة في الكورونا مشغولين جامد جدا. فما وصيكوش ان انتوا تعملوا كل اللي بيتعمل لنشر اي قناة. وبشكركم واشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.